تقوم بدور ويعني سواء من شخصيه من التاريخ زي ام كلثوم مثلا او شخصيه عاديه زي مثلا مسلسلات كانت بتتكلم على التعليم والاميه والحاجات زي كده. لا يعني الاعلام مش دوره انه ينقل مجرد الصوره، لا المفروض انه يثبت بخطوات ويبقى قائد ورائد للمجتمع علشان المجتمع يتغير. يعني الاعلام بيلعب دور وبيسهم في التغيير. فكون ان احنا ننقل بقى البلطجه وننقل النماذج السيئه للستات وللرجاله على فكره الاثنين ونقول ده الواقع، لا انت المفروض ان انت بتغير الواقع مش بتنقل صوره بشعه ومبالغ فيها لبعض الظواهر او بعض الحالات حتى وتعتبرها هي الواقع. تمام. طيب يعني هل ممكن الاعلام ان هو يلعب دور في يعني تغيير الموروثات الثقافية الخاطئة؟ وإذا كان حيلعب هذا الدور هل بيكون بشكل تدريجي ولا بيتم من خلال أعمال قوية مثلا صادمة ممكن تكسر هذا الحاجز؟ الثقافة السائدة بتاخد وقت عشان تغيرها، تحتاج مجهود كبير ومش بين يوم وليلة انت هتغير. يعني حتى احنا عندنا مشكلة في نظرة المرأة نفسها لنفسها. يعني المرأة نفسها أحيانا بتنظر لنفسها نظرة دونية وأنها عاجزة أو ضعيفة أو غير قادرة، بعض النساء يعني مش كل طبعا. فبالتالي تغيير هذه الصورة النمطية اللي تربينا عليها بشكل أو بآخر تحتاج منك مجهود كبير وتحتاج وقت. فإحنا مش بين يوم وليلة لكن لابد أننا نواصل ونستمر، مش نعمل مش نقول إحنا بنحاول وبعدين نتوقف. وإحنا مشكلة الإعلام والمرأة أنه بيجي عليه فترات بيحصل فيه تقهقر وارتداد الى الوراء. يعني انا عايز اقول السنه اللي كان فيها الجماعه الارهابيه بتحكم مصر اثرت تاثير سلبي، انما بعد كده المراه المصريه هي اللي خرجت تدافع عن وطنها وتدافع عن بلدها وتدافع عن اسرتها. وطبعا نساء كتير جدا في الواقع بيلعبوا دور جميل جدا ونموذج يمكن ان يحتذى به، ولكن يمكن الاعلام ما بيسلطش الضوء عليه قوي. ولذلك احنا يعني حتى برامج الاسره وبرامج المراه في الاعلام ابتدت يعني شايفاها قلت وما بقاش فيه اهتمام كبير وكده. يعني فبالتالي انت محتاج تعمل برامج باستمرار للتعلم، برامج للتوعي، برامج تساهم في مقاومه التقاليد والعادات السيئه وتاكد على القيم والتقاليد الايجابيه. فده كله احنا عندنا فيه حاليا الاعلام متجه الى التسليه والترفيه والكلام في السياسه. تمام. ومش مهتم بالجوانب الاجتماعيه والثقافيه اللي هي مهمه جدا في تاريخ اي شعب. وبالتالي يمكن احنا لما بنيجي نتكلم على ان عندنا مشكله في الاخلاقيه او في القيم او كده، انا برجعها للاسره اللي هي الزوجه والزوج والاولاد. الاسره دي القيم الاسريه اللي احنا اتربينا عليها احنا عايزينها ترجع. الاعلام هنا بيلعب دور ده بيحتاج مجهود ووقت وتراكم مش بين يوم وليله. تمام. بشكرك دكتوره ليلى عبد المجيد عميد كليه الاعلام الاسبق على مشاركتك معانا. وتبقى معنا الأستاذة عبير سليمان. أستاذة عبير، يمكن الدكتورة ليلى أشارت إلى أن من ضمن مشاكل التمييز ضد المرأة هو نظرة المرأة إلى نفسها، إلى أي مدى تتفقي مع هذا الرأي وإزاي ممكن يتم تغيير هذه النظرة من خلالكم أنتم كمؤسسات بتحاربوا هذا التمييز؟ الحقيقة بتفق تماما مع الدكتور، خاصة ان تجلى هذا الامر بوضوح في الانتخابات السابقة، ان رغم وجود عدد يفوق 70 عضوة برلمانية في البرلمان الى ان اللي قاموا بانتخابهم رجال، وده امر ايجابي وسلبي في نفس الوقت. ايجابي ان الرجل يستطيع أن يثق في المرأة أن تكون نائبة له، وسلبي أن المرأة لازالت ليست لديها الوعي الكافي أن تدعم امرأة مثلها. كمان الدراما المصرية بتلعب دور شديد الخطورة في ترسيخ نموذج المرأة التي تأخذ حقها، والقوية إنها شخص شرير أو مستبد أو فاسد أو سيئة السمعة أو السلوك. وده اللي بيخلي المجتمع بينكل بها زي ما حضرتك ذكرتي لي في مداخله سابقه.
بالظبط كده. يعني لو في ست بتعرف تاخد حقها قوية بيتقال عليها، لان بتلاقيها انها بينكل بيها على المستوى الاخلاقي، بينكل بيها على اساس انها مفترية واهانت زوجها او اهانت الرجل، وان ما يصحش المجتمع ابوي وذكوري، ما ينفعش يبقى في ست بتعرف انها تتحرك يبقى ليها كلمة. ولو كانت ضعيفة او كده برضه بتتهان، وبتطلع في الدراما انها ضعيفة، لا اما مغتصبة، لا اما مهانة، لا اما متاخد حقها، لا اما تابع. لكن ما فيش المرأة الحقيقية اللي هي الأغلب الأعم في المجتمع المصري، اللي هي شخص متصف مع ذاته، أم، زوجة، إذا تم الجوار عليها بترد بشكل قوي ولكن دون أن تمس الآخر. يعني في نماذج كده في المرأة زي ما في نماذج محترمة في الرجل، لكن نمطية العرض خلت في صورة ذهنية وعند المجتمع تجاه المرأة. إذا ظهرت وبقت قوية وبقت قدرت تحقق تايتل أو كادر معين، بتبقى ست مهملة، ست زي الراجل، ما بتبقاش قادرة أنها تعيش في كنف راجل، ما بتبقاش واخدة بالها من ولادها، بتبقى سيئة السمعة، بتبقى أكيد ليها علاقات. يعني هذه نظرة بصراحة لا تستحق للمرأة المصرية اللي احنا شفنا، وشفنا هي أمهاتنا اللي عرفوا ان هما يربوا خمسة وستة وسبعة ويطلعوا كلهم متعلمين وعندهم أخلاق جيدة. طيب يعني إذا كنا بنتكلم على أن حركة تحرير المرأة بدأت في مصر ربما يعني مبكرا عن دول عربية كثيرة، هدى شعراوي نعم، هدى شعراوي وقاسم أمين وغيره، لكن حتى الآن لما ننظر إلى وضع المرأة المصرية بنجد أنه متراجع مقارنة بوضع المرأة في عدد من الدول العربية الأخرى. يعني في تونس مثلا، في الإمارات عند يعني هناك مرأة بتتولى رئاسة البرلمان. يعني ليه ما وصلناش لهذه المرحلة حتى ان احنا نتساوى مع ما حققته المرأة العربية من مكاسب في عدد من الدول العربية الأخرى؟ الحقيقة ده سؤال جيد جدا، أنا بحييك عليه، وللأسف الشديد ان احنا واصلين لده فعليا. أنا بقولها بحزن شديد، مصر رائدة، مصر اللي كان عندها ملكات سيدات وما كانش عندها نوع من أنواع الذكورية ولا الأنثوية، يعني ما كانتش الست عاصفة بالرجل، لا كانوا الاثنين في مساواة إنسانية عظيمة تطرخ. أعتقد أن ده له علاقة بالتعليم والثقافة، الدور الثقافي متراجع بشكل جلي وبشكل واضح وبشكل سافر كمان، وكأنه ممنهج. حتى التعليم الخاص ما فيهوش اللي كان موجود في التعليم الحكومي زمان، يعني كان مفيش خطابة، مفيش بلاغة، مسارح، مفيش عروض ألعاب ورقص ورقص استعراضي وغناء وفلكلور ومفيش الحاجات دي موجودة، رغم ان ده في المدارس الحكومية وبقوة ومسابقات على مستوى الجمهورية. فبالتالي شعور البنت انها قادرة على تغيير وتحريك وإثارة إعجاب الآخرين والوصول إلى أماكن إبداعية من بدون إدانة من المجتمع، كان ده أمر مخلي فيه ثقافة عامة إن إحنا قادرين نتقبل المرأة بدون رمزية. يعني كنا ما ينفعش أنا أرمز الست إنها محجبة إنها مؤدبة، أو إنها مش محجبة إنها مؤدبة، أو إن واحدة ست تبقى مش محجبة تبقى هي دي المنفتحة لكن محجبة منغلقة. يعني الرمزية دي فاشلة يعني تماما. يعني فمسألة الترميز إحنا سايبين، بالعكس أنا شايفة إن التراجع مش على مستوى المرأة بس، التراجع على مستوى الرجل. وعلى فكرة الرجل هو عصب الدولة، زي ما المرأة هي مفتاح البيت ومفتاح تربية الأطفال ومفتاح النشأ، الرجل هو عصب الدولة. احنا لازم كمان نلتفت الرجل ودوره في رعاية الأسرة ورعاية المرأة، ان هو يكون كأن هي تعيش في كنفه. الحقيقة دور الرجل متراجع بشكل حقيقي. الرجولة في أزمة، والنخوة في أزمة، والقوامة في أزمة، وعدم تعريف يعني ايه راجل ويعني ايه مرأة في أزمة شديدة، وهو اللي عمل اللغط الشديد ده. كمان لازم يبقى في دور للمجتمع، مؤسسات المجتمع المدني والتعليم ورياض الأطفال، ان احنا نعلم الأطفال ازاي تكوني أم وتكوني متعلمة وتكوني وزيرة، بس لازم تكوني أم. بشكرك أستاذة عبير سليمان رئيسة مؤسسة ضد التمييز، وخلونا نشوف آراء الشارع المصري حول الموروثات الثقافية وعلاقتها بتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا. يا ريت يكون في مشروعات فعلا ان هي تساعد الأمهات بالأخص اللي هي المرأة المعيلة،
لان دي اكتر واحده بتبقى هي متضرره من اي تاثير في البلد. والله هو من سنين عمل مرأة عمل مرأة مستمر، العام اللي فات والعام اللي قبله كل الاعوام اعوام للمرأة دلوقتي، يعني خدت حقوقها وزياده، يعني عايز ايه تاني للمرأة. شيء كويس بالنسبه لتمكين المرأة في قلب المجتمع المصري، فانت حادث ولا حرج بالتاريخ المرأة المناضله المكافحه الصامده الان في ظل ارتفاع الاسعار، فبتلاقي المرأة هي كل شيء في قلب البيت، هي العمود الاساسي في قلب البيت، ولكن نتمنى من حقوق المرأة ان تؤخذ بالاهميه القصوى. طبعا هيرفع من شأن المرأة اكتر من هي ما مرفوعه، يعني الحمد لله المرأة ثبتت وجودها في كل المجالات، في السياسة وفي الثقافة وفي العلم وفي الفن وفي الأدب وفي كل حاجة. هي مش واخدة بس حقها في المشاركة السياسية يعني ككل يعني، بس لكن هي الحمد لله المجتمع كله، أنا متهيألي في كل عمل حتى حكومي أكتريته ستات. من آراء الشارع إلى آراء المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقل من جديد إلى زميل عبير شوشة في غرفة المتابعة الإلكترونية. تحياتي عبير. أهلا أحمد، بالفعل لدي المزيد من التعليقات والآراء المختلفة والمتباينة حول دور الموروثات الثقافية في تمكين المرأة. أقرأ منها على سبيل المثال أبو علي نصر: الموروث الثقافي دوره اختفى وليس عائق أمام تقدم المرأة، والدليل على ذلك نجد المرأة تعمل في كافة المجالات، المرأة تعمل في الوزارات ونجدها في مجلس النواب، وتعمل كسائقة وتقود السيارة، فالمرأة موجودة في المجتمع في كافة المجالات، ولكن الغرب هو من أشاع هذه الفتن بأن المرأة العربية لا تأخذ حقها في الحياة، ولكن نحن مجتمع محافظ فيجب الحفاظ على الموروثات. هناك البعض منهم لا يأخذ حقه ولكن الظروف المعيشية تجبرهم على ذلك، منهم الكثير من يعولون أسرهم بسبب فقدان الأب وهم يثبتون جدارتهم في تربية أبنائهم، فالمرأة في المقام الأول هي الأم التي تربي الأجيال، ولولا دورها الفعال ما كنا نحن. فنرجو ألا ننساق وراء العيب الغرب، لأن هدفهم هو هدم القيم التي تربينا عليها. عبد المنعم عبد القادر: لم تعد الموروثات الثقافية عائقا أمام المرأة المصرية بعد أن تخلت المرأة عن معظمها بسبب آليات العصر. نجد المرأة الآن تقود سيارة الأجرة، ولدينا بمدينة المنصورة سيدة محترمة معاقة تقود توك توك، فالمرأة تعمل في كافة المجالات الآن. إلا أن بعض الموروثات الاجتماعية ما زالت تطاردهن في أعماق الريف، كالزواج المبكر وعدم اهتمام بتحديد النسل والرغبة الملحة في إنجاب الذكور وختان الإناث، وكلها موروثات في طريقها للإنقراض بالمزيد من التوعية والثقافة المجتمعية. محمد أحمد: المرأة في مصر هي طفلة ثم تدخل في مرحلة الشباب ثم تصبح من المتزوجات ثم ربت أسرة حتى يتسع المجال لها في الحقوق والتكريم أو المشاركة. أشرف فاروق: الموروثات جزء من تاريخ الشعوب، ولا يوجد شعب بدون موروثات سواء كانت إيجابية أو سلبية، فيجب التخلص من السلبيات وتعظيم الإيجابيات، والمرأة المصرية والعربية تاريخ من العمل والكفاح للحصول على حقوقها وتعظيم مكتسباتها، تاريخ من النضال والعمل، ونتمنى مزيدا. ومن أهم الموروثات السلبية ظاهرة ختان الإناث والاعتداء البدني واللفظي من قبل بعض الأزواج، وأحيانا التحرش البدني.